عسلامة، مرحبا بكم في كوجينتي، مرحبا بكم في داري. اليوم باش نقدم لكم أكلة تونسية اسمها عين اسبانيورية، أكلة ياسر مزيانة وبنينة. بالمناسبة نحب نشكر صحابي الكل اللي في اليوتيوب، نقول لهم ميرسي بوكو على لي ميساج، وعلى خاصة إيمي نقول لها نحبك برشا ونبعث لها الأكلة هذه هدية لها، وإن شاء الله تعجبها وتعجبكم. نبدأ على بركة الله نحضروا أكلتنا لليوم، عين اسبانيورية. نبدأ بسم الله. بسم الله وعلى بركة الله، نحضروا توا مع بعضنا أكلتنا لليوم. باش نعملوا عين اسبانيورية. اليوم باش نعملها بالدجاج، أكلة ياسر مزيانة ونطيبوها برشا في تونس، إن شاء الله تعجبكم. هز در هذايا، عملت زر كبير متاع الدجاج، حطيت له زوز سنين الثوم أكاهو. عندي لهنا شطير مغرفة متاع قهوة ملح، ربيع مغرفة متاع قهوة فلفل أكحل، وربيع مغرفة كمون. الكمون يمشي به برشا مع الدجاج. وعندي لهنا باش لونها يجي اصفر ومزيان، حطيت شطير مغرفه نتاع قهوه كركم. نحط الفحات عليها، سهله، طريقه سهله. نفوحوا الاكله نتاعنا. عندي لهنا بيضه باش نحطها زاده. عندي لهنا شابور، اللي ما عندهاش شابور تنجم تستبدل بيها مغرفه كبيره كي سميد ارت شي شد لي هذاك. من بعد عندي فرماج، اللي عندك في الدار حتى توابع ما يسالش، والزيت. هالمكون هذا الكل باش نخلطه مع بعضه. تنجم بيدي بالمغيرفة والا بالماكينه، كما انا باش نعمل بالماكينه اسهل لي، وباش نتاكد ان المكونات الكل تخلطت. نقص الساعة خطر الحس، نكمل نخلط بالماكينة متاعي ونرجع لكم. حضرت هوني البابيه متاعنا اللي باش نحطو فيه الخليط، ندهنو بشوية زيت مش برشا باش يعطينا بعد التو. وحضرنا البيض، عين اسبانيورية تجيب البيض، حضرناهم وصمتناهم. حاضرين، نطرح توا الحشوة متاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، نمسح يدينا بالزيت. نقاوها ناقصه نزيدوها. عملت 1 2 3 معناها 3 وحيد باش تجيني متينه من اللوطه باش ما تتهلكش. زيدوها هكا شويه حشوه من هوني، ونمسحو يدينا بالزيت. نقرب شوية، نخليوها على الحافة هكاية. حضرنا البلاتو متاعنا باش نحطها في الفور، لاني باش نصمتها فوق النار لحد شي باش وإلا نفورها. لا، نحطها في الفور تعطيني بنة أكثر. باش نعمل زوز وحيد، نستويوهم هكا باش تجينا قد قد. نحطو كعبات البيض متاعنا، بعدوهم هكا شوية. نستويها، توا نبدا نلف، نسكر عليها. لين ما يظهرش انا نسكر عليهم من هوني، ونزيد نلففهم شوية أخرى بالبابيه. خليه الحشوة هكاية مرصوصة مسكرة بك العظيمات، ونحط الطبايق متاعنا هذا بالماء سخون. حطيت ما حطيتش ماء بارد، ماء سخون باش نحط توا الكعبات متاعي. باش نعمل زوز ونحطهم هنية ونحطهم في الفور.
ونرجع لكم. كيف يحضروا؟ حضرنا معهم بطاطا، تنوريكم بطاطا مربعات قصيتها باش نربطهم توا هذم مليح مليح باش ما يتحلوليش، ونحطهم في الفرن. حضرنا بطاطا وحضرنا سلايطة مشوية، أكلة ما شاء الله، إن شاء الله تعجبكم اليوم الوصفة. نرجع لكم توا كتيبوا هالكعيبات متاعي. لهنا حضرت الخبز متاعي، خبز الرقيق، نركبوا هكايا حضروها مع الأكلة متاعنا عين اسبانيورية. حضرنا سلايطة مشوية وبطاطا مقلية، أكلة روعة بصراحة. نخليه الخبيزات متاعي يطيبوا ونرجع لكم. خرجت اكلتي من الفور كما قاعدين تشاهدوا فيها، خليتها لين تبرد شويه خاطر ياسر سخونه، ومازالت هي سخونه باش نقص لكم منها ونوريكم كيفاش جاتني ياسر مزيانه باذن الله، واش نزينوها توا في الطبق ونحطوها في اكلتنا اليوم فطورنا في التراس. بصراحه طقس اليوم ربيع ياسر مزيان، فوالا ياسر مزيانة أكلتنا اليوم. تشهي عملنا سلايطة مشوية معاها ونحطوها توا في الطبيق، ونفطروا إن شاء الله شهية طيبة للجميع. جيتنا كيما هكا الطريقة ياسر مزيانة. نزين توا الطبيق متاعي ونرجع لكم. نحط فطورنا مع بعضنا في التراس اليوم، الطقس ربيع ومزيان برشا، شميسه محليها بلادنا اليوم. عندنا الاكله متاعنا حضرت عين اسبانيوريه، حضرنا معاها سلطه مشويه على الكينون وزيناها، وعملنا الخبيزات مع بعضنا، وحضرنا زيدا سلطه غله بالفريز والبنان. ان شاء الله اليوم عجبتكم وصفتي عين اسبانيوريه، اكله تونسيه ياسر مزيانه وبنينه. كان عجبتكم اليوم وصفتي ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه، ونقول لكم توا شهية طيبة للجميع. ميرسي.